طب سيادة الوزير، سؤالي الأخير، التصالح مع حسين سالم هل هتوقعوا قريبا التنازلات ولا ايه الوضع بالظبط؟ تنازلات يا فندم يا مش فندم، احنا جبنا بهذا التصالح نعم، مال، شفت اللي حضرتك بيقول عليه مال ميت. لا أنا سعيدة جدا بهذا الأمر بصراحة، شايفة إنه ده كان لازم يحصل، ويعني بشكر حضرتك عليه. لانك مستنيره ومحترمه أشكرك، ربنا يخليك، وبتحبي بلدك. شكرا، ربنا احنا جبنا، انا مش في حل لانه الامر يعني لسه ما فيش الضوء الاخضر بالاعلان، لكن عايز اقول لحضرتك ان احنا جبنا حق مصر كاملا ويزيد. وبكره لما يعني تبقى المساله متاحه انا هبعت لحضرتك تفاصيل الاتفاق عشان تعرف الراجل كان المفروض يدفع كام ودفع كام. أشكرك جدا. هل هذا هيكون نموذج لمصالحات أخرى مع آخرين؟ عندنا كام مصالحة شغالين عليها دلوقتي يا سيادة الوزير؟ عندنا يا فندم مش أقل من 25 كويس أوي، من الكبار. ده مهم جدا إن احنا ننهي هذا الأمر ويكون واضح قدام الرأي العام إن ده زي ما حضرتك بتقول مال ميت فعلا، إن احنا يعني نجيب الفلوس دي. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا أنا اللي سيد بشكر وزير حضرتك. العدل المستشار أحمد الزند.